وي صباح الخير واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده على قناه كانك هناك، ومستمرين مع بعض في اكتشاف مدينه تبليسي عاصمه جورجيا. كنا شفنا حاجات كتير في الحلقه اللي فاتت جميله جدا، والنهارده كمان نشوف حاجات اجمل. الحاجات اللي انت لو شفتها وعرفتها هتحس كانك اخذت تجربه السفر، كانك رفيقي بالرحله في جورجيا وكانك هناك. شوف انا واقف قدام ايه، شايفين جسر السلام الجميل؟ مش عارف طلع في الفيديو ولا لا الشمس. فمستمرين في اكتشاف مدينه تبليسي. فاذا انت حابب تشوف مدينه تبليسي كويس، شوف الحلقات اللي فاتت، اشترك بالقناه وجهز حالك. فالان ستطلع بك الطائره الى مدينه تبليسي كانك هناك، ويلا بينا. ورايحين الناحية التانية من النهر عشان نشوف الناس البتسكاري اللي هناك ده. المهم احنا ماشيين حاليا فوق جسر اسمه جسر ميتشي، فوق نهر اسمه نهر ميتكفاري اللي بيكون النهر الرئيسي في دولة جورجيا. بيبدأ النهر ده من تركيا وبيمر من جورجيا وبينتهي في أذربيجان في مصبه الأخير في بحر قزوين. وفي تقريبا 12 جسر في مدينة تبليسي بتربط بين ضفتين النهر، ولكن الأقرب مكان للضفتين هو المكان اللي مشيت فيه دلوقتي. فكان طبيعي أن يبني الجسر فوقيه عشان يكون الجسر ده بنفس موقعه. كانوا بيبنوا فيه جسور من وقت تأسيس المدينة من 1500 سنة. فكانت المنطقة المحيطة بالجسر بتضم أسواق ومخازن ومساجد كمان، وكان فيها سجن. لكن لما استلم الاتحاد السوفيتي المدينة قرروا أنه يهدوا كل المنطقة بمعلمها ويبنوا الحديقة الكبيرة اللي على يمنا دي حاليا. يمكن الشيء الوحيد اللي بقي هو جسر ميتشي اللي احنا ماشيين عليه. والحدث الوحيد اللي اتغير في تاريخ الجسر ده كان سنة 2014 لما غيروا اسمه من جسر ميتشي إلى جسر 100,000 شهيد، والاسم اقترحته الكنيسة الأرثوذكية لإحياء ذكرى مواطن تبليسي اللي قتلوا بشجاعة في القرن ال13 من قوات جلال الدين خوارزمشاه ورفضوا يدخلوا الإسلام، فتم إعدامهم ورميهم من فوق الجسر. والاسم طبعا أثار الجدل جدا، فمن الصعب إن حد يصدق إن كان في المدينة دي في الوقت ده عايش 100,000 شخص واتقتلوا كلهم في يوم واحد. لأن مثلا في العصر الحديث حصلت مذبحة الضباط الفلنديين اللي كانت في مدينة كاتين سنة 1939، وقتل فيها الشيوعيين 40,000 ضابط في 3 شهور رغم كل الوسائل الحديثة اللي كانت موجودة وقتها. فمين يصدق إن في 100,000 اتقتلوا في يوم واحد وفي العصر القديم ده؟ طبعا اهل المدينه ضحكوا عليهم وعلى الاسطوره دي، وفضل اسم ميتشي هو المستخدم لحد الان. وطبعا في رحلات نهريه في نهر ميتكفاري تقريبا بتكلف الساعه اقل من 5 يورو بتشوف فيها معالم المدينه، ولكن عن نفسي فانا بحب اشوف كل حاجه والمسها بايدي، وبحب اني اروح لها سيرا على الاقدام مش بالقوارب. وطالع على الهضبة اللي فيها الحاجة اللي هتشوفها في أي صورة لمدينة تبليسي، كنيسة ميتشي أو ميتيكي حسب الروسية أو الجورجية، وتمثال الفارس. أما تمثال الفارس ده فهو بيكون تمثال للملك فختانك جورجاسيلي اللي حكم جورجيا في القرن الخامس الميلادي سنة 558 تقريبا، واللي بينسب ليه الفضل في تأسيس مدينة تبليسي وبعدين نقل العاصمة ليها من مدينة مسخيتا للمدينة دي لمدينة تبليسي، وفضلت عاصمة للممالك واحدة ورا التانية لحد دلوقتي. وبيقول في القصة المشهورة انه كان بيصطاد فقتل طير، ولما راح يجيبه لقاه واقع في ينبوع مية سخنة من المية الكبريتية الموجودة في المدينة، ولما طلعه لقاه مستوي وجاهز الاكل. فالظاهر كان مكسل يطبخ او يمكن ما يكونش متجوز زي كده، فقام قرر انه يبني مدينه هنا وسماها تبليسي او مدينه موقع الينابيع الساخنه بالجورجيه. القصه دي قلتها في الحلقه اللي فاتت قبل ما اجرب الينابيع بنفسي، وممكن تشوف التجربه دي لو رجعت تشوف الحلقه اللي فاتت. المهم وفي سنه 1958 وبمناسبه الذكرى ال 1500 لتاسيس مدينه تبليسي تم افتتاح تمثال الفارس فختانج فورجاسيلي جنب كنيسه ميتشي. واللي عمل التمثال الجميل ده النحات الجورجي اوجا اماشوكيلي، اسميهم غريبه، هو نفسه اللي عمل تمثال جورجيا الام اللي في الناحيه الثانيه من الجبل على هضبه سلولاكي اللي قدامنا دي، واللي حاططها خطه الزياره وحاول اطلع لعندها بعد كده ان شاء الله. اما كنيسه ميتشي فبيرجع تاسيسها للقرن الرابع، لما بناها الملك فختانج الاول لما بنى المدينه هنا، وبنى جنبها حصن كمان هنا في المكان اللي احنا واقفين فيه. طيب وخليني اكمل لكم واحنا داخلين نشوف الكنيسه من جوه. شايفين جمال مدينه تبليسي ما اجملها؟
طبعا انا بصور لك كأنك ماشي جنبي بالظبط عشان تستمتع زي ما انا مستمتع بالجمال. مدينة جميلة قوي يا جماعة، من اجمل المدن اللي انا شفتها فعلا صدقوني. اما الشكل الحالي للكنيسة فهو من القرن الثاني عشر الميلادي، لما غزا المدينة المغول ودمروا الكنيسة تماما، ورجع بناها بعد كده الملك ديمتريوس الثاني ملك جورجيا سنة 1289، وفضلت على نفس الشكل لحد الان. طبعا هتقولوا ليه هنقتنع بمنظر الجبل، بس انا راضي ذمتكم، حتى يشوف المنظر الجميل ده ويقدر يوقف تصوير او انه يصوره اكتر من مرة، انا راضي ذمتكم. وفضلت الكنيسة مكان للعبادة لغاية ما تحولت لسجن في عصر الاتحاد السوفيتي وقبلهم البلاشفة، يعني لعنهم الله. في كل دولة بزورها بشوف فظاعة وقسوة حكمهم، فأنا متعجب ازاي كان الناس عايشين في عصر السوفيت، ازاي كانوا عايشين في عصر الشيوعيين والبلاشفة، يعني كنيسة يحولوها لسجن، سبحان الله. المهم الكنيسة دي ما كانتش سجن عادي، كانت سجن لكبار الشخصيات. حتى ستالين نفسه اللي تعرفوا ان هو كان اصله جورجي كان من اشهر السجناء اللي كانوا موجودين هنا في القرن العشرين قبل ما يبقى هو جزء من الحزب الشيوعي نفسه. وبعد كده جابيريا اللي كان الحاكم العسكري لجورجيا كان ناوي يهد الكنيسة دي اكتر من مرة زي ما هدم معظم كنائس المدينة وجوامعها، لكن شهرة الكنيسة والناس اللي كانت شايفاها طول الوقت خلاه يخاف انه يهدمها. وتحولت الكنيسة المتحف بعد ما مات ستالين ووراه بيريا، الاثنين راحوا في داهية الحمد لله. بعد ما كانت سجن اتحولت لمخزن، لكن مش اي مخزن، مخزن للمجموعات الموجودة في المتحف الوطني للفنون لغاية سنة 1974 لما تحولت لمسرح شبابي. تخيلوا المكان هنا كان مكان عبادة وبعدين تحول لسجن وبيقتلوا فيه الناس ويعدموهم، وبعدين اخر شيء بقت مسرح شبابي والناس هنا كانوا بيرقصوا ويغنوا. يعني مش قادرين يجيبوا لهم واحد بيترجم، واضح ان السياح العرب تعبينهم جدا. وقت في المعبد فيه تتحدث لا فضلك من العبادة، الله الله العربي. ورجعت استردتها الكنيسة الأرثوذكية مرة تانية بعد الاستقلال الجميل عن الاتحاد السوفيتي سنة 1988. تعالوا كده نشوف المنظر من لسان ده. والكنيسة عادية زي كل كنائس العصور الوسطى بخبابها الثلاثة العمودية، يعني حسيت كده ان ما فيهاش شيء مميز عن بقية كنائس اللي شفتها في المدينة، لكن موقعها وتاريخها بيجبرك انك تزورها غصب عنك. فلو انت في المدينة اكيد هتحب تيجي تزور المكان اللي انت بتشوفه في كل الصور المشهورة لمدينة تبليسي. ورايح بعد كده على حديقة رايكس اللي هي جنب التلة واللي بتكون واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في المدينة. ورايح علشان شفت التلفريك عشان نطلع على الناحية التانية من التلة اللي شفناها من شوية. شايفين المنطاد؟ هل أركبه ولا أخد التلفريك وخلاص؟ هو شكله مغري بس عالي شوية بيخوف. حد ركب فيكم المنطاد قبل كده يوصف لنا شعوره وهو بين السماء والأرض؟ والحديقة دي بتكون على الناحية الشمال من نهر الكورة أو نهر متجباري، وبتكون واحدة من أجمل الحدائق الجديدة في العالم كله، وممكن توصلها من لو أنت جاي من المدينة القديمة ممكن توصلها من جسر السلام اللي مشينا عليه قبل كده. والحديقة دي قصتها غريبة، في أيام الفساد وبعد الاستقلال لما كانت الدولة لسه جديدة بالديمقراطية سيطر على الحكم مجموعة من الموظفين الفاسدين، فتم خصخصة الأراضي اللي كانت قدام القصر دي مساحة فاضية وتم بيعها لمجموعة من التجار اللي استخدموا المكان ده كسوق شعبي وحطوا فيه مطاعم رخيصة وشوهوا شكل المدينة القديمة على الآخر، يعني المكان ده ما كانش يدفع أصلاً إن يكون أي مزار سياحي. لغاية فترة الرئيس ساكشافيلي سنة 2012 لما دعا كبار المالكين الحديقة وعمل معهم كده اجتماع ودي في مكتب المدعي العام، يعني انتوا هتظهروا كل فسادكم لو ما عملتوش حركة حلوة منكم. وبعد كده قرروا كل التجار بدل ما يدخلوا السجن انهم يتبرعوا بقطعة الارض دي للدولة. وفي وقت قصير تم هدم جميع الهياكل القبيحة والمطاعم اللي كانت مبوظة شكل المكان اللي عملوه على اعلى مستوى من الجمال والرقي الهندسي زي ما انتوا شايفين كده. فعملوا فيه شلالات واماكن لالعاب الاطفال، وفي مبنى اوبرا جميل اللي على شكل انبوبين معدنيين اللي فوق دول يمكن نعدي عليهم بعد ما نخلص الجوله، اللي هم بيكونوا قاعه حفلات موسيقيه ومركز للمعارض.
بيقول الحديقه اجمل في الليل. وطبعا اجمل شيء يا جماعه هو التلفريك اللي بيوصل لفوق الجبل اللي فيها قلعه ناريكالا، وبنعدي من فوق النهر وانا رايح دلوقتي عشان اخده. يعني لو جيت هنا مجرد تتجول في الحديقه دي هتغير نفسيتك تماما للاحسن، زي ما انا راح كل تعبي بعد ما اتمشيت شويه في الحديقه، وهتستمتع بالمناظر الجميله جدا اللي انت شايفينها اللي موجوده على نهر الكوره. وقبل ما اطلع التلفريك لفت نظري الشجرة الغريبة دي المصنوعة من الحديد المطوع زي ما انتوا شايفين. طبعا طول ما انا ماشي شفت تماثيل ونصب تذكارية كتير، وكل واحدة لها قصة، بس ايه شجرة الحديد الغريبة دي؟ الفكرة زي ما هو مكتوب هنا انها ترجمة ميتافيزيقية للمدينة القديمة وتجسيد لتاريخ تبليسي وجورجيا، واسمها شجرة الحياة. الشجرة دي تم افتتاحها في 9 مايو سنة 2016 في يوم عيد المدينة للنحات اللي اسمه ديفيد مونا فاريلتسا فيشيبيلي. يا الله شو الاسم طويل. والشجرة دي بتكون شجرة بلوط ارتفاعها 9 متر. يعني حسيت كده وانا بشوفها كأني بقيت طفل تاني واقف قدام فيلم كرتون وهيطلع لي سنجاب كده مثلا، او شخصيات خيالية منها، لان الشجرة مليانة بالطيور والحيوانات وشخصيات خيالية بواقف صغيرة وشبابيك زي ما انتوا شايفين، كأنها من بيوت القصص من عالم السحر والفانتازيا. وقفت كتير قدام الشجرة وحاولت افهم ليه اسمها شجرة الحياة او تاريخ تبليسي، فعقلي المتواضع ما وصلنيش لنتيجة. فهل انت وصلك الاحساس ده ان فعلا دي شجرة الحياة او تاريخ تبليسي؟ اكتب لي رأيك في الشجرة دي، ولو حد من اهل تبليسي شاف الفيديو ده ياريت يكتب لي ليه شجرة البلوط دي بتكون شجرة الحياة. كل بلد نروحها لازم نركب التلفريك. 2.5 لار يعني حوالي يورو ونص التلفريك، تخيلوا قديش هو رخيص. محصلش تمن واحد خشتبوري. وشايفين جمال نهر الكورة ومدينة تبليسي؟ تم افتتاح التلفريك ده سنة 2012 عشان يربط بين حديقة ريك وقلعة ناريكالا، معرفش منطقهم صح ولا لا، ويسهل الوصول لقمة الهضبة اللي قصادنا دي ورايحين عليها، وبسعر غريب جدا تقريبا نص يورو، سعر بقري جدا بيجبرك ان لازم تعمل المغامرة دي وتشوف احلى بانوراما المدينة من قمة تل ناريكالا. وانا مقرر كمان بعد الوصول ان مرجعش انزل بالتلفريك، ولكن اكتشف كل المناطق والمعالم من فوق التلة لحد تحت في المدينة القديمة اللي كلها حسب ما قريت حاجات جميلة جدا، اهمها طبعا القلعة وحاجات تانية كتير هنعرفها لما نوصل لها ان شاء الله. وصلنا والحمد لله، نط نط الحمد لله، وصلنا بالسلامة وبدأت مغامرتك دي. واو شو هالمنظر اللي يجنن يا الله. المهم انت ماشي وانا بكتشف وانت بتكتشف معايا، يمكن الوقت ده يكون انسب وقت انك تشترك في القناة فورا، ففورا فورا اضغط على زر السبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان يفكرك اليوتيوب كل ما ينزل فيديو جديد، عشان تقدر تكمل وتكتشف معايا مدينة تبليسي الجميلة كأنك سافرتها بالظبط وكأنك هناك. وقولي رأيك فورا، هل انت منبهر بجمال مدينة تبليسي؟ انا مش قادر اغمض عيني من كتر الجمال. سبحانك يا الله، ما اجملك يا تبليسي. مفاجأة غريبة، كل الاسواق الموجودة فوق دي انا كنت فاكر جبل وخلاص، بس طلع ده في سوق كامل وبازار للسوفونيرز وحاجات حلوة كتير. لا 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 لا، ده حاجة مختلفة عن اللي انا تخيلته تماما. ورايح اشوف النصب التذكاري لام جورجيا او كارتيلس ديدا باللغه الجورجيه. والنصب التذكاري اللي قدامنا ده بيرمز للشخصيه القوميه الجورجيه، وصمم بتمثال النحات الجورجي الوجا امو شوكيلي بارتفاع 20 متر زي ما انتم شايفين، عالي جدا التمثال. وبيمثل سيده بترتدي الزي الوطني الجورجي وفي ايدها الشمال شايله وعاء من النبيت عشان تحيي بيه اي واحد جاي على المدينه كصديق، وفي ايدها اليمين شايله سيف عشان اللي بيفكر يجي كعدو، يعني شايله نبيت للصديق وسيف للعدو. والتمثال ده ما بيكونش الاصلي، ولكن الاصلي اللي كان هنا تم تنصيبه على قمه تل سلولاكي اللي احنا واقفين فوقيها دي سنه 1958 بمناسبه مرور 1500 سنه على تاسيس مدينه تبليسي. وقتها كان مصنوع من الخشب وكانت فكرته مؤقته،
عشان يزينوا العاصمه في وقت الاحتفال، وفكروا ان هم هيشيلوه بعد شهرين بالكتير، لكن السكان المحليين عجبتهم الفكره وما شالوهوش من مكانه، وتم تغطيه نسيج الخشب بالالومنيوم سنه 1963 وثبتوا التمثال بالواح فولاذيه لحد سنه 1995 لما الهيكل الخشبي نفسه اتاكل طبعا بمرور الزمن، وكانوا لسه اخدين وقتها استقلالهم جديد من الاتحاد السوفيتي، فقررت بلديه مدينه تبليسي انها تبني مكان التمثال الخشب تمثال من الصوب بنفس شكله الاصلي اللي فضل واقف على التله دي من وقتها لحد دلوقتي، عشان يتحول التمثال ده لواحد من المعالم المميزه لمدينه تبليسي. فالتمثال انا شايفه الصراحه مش تحفه فنيه اكيد، ولكن ممكن يكون نقطه انطلاق كويسه عشان نكتشف منها مدينه تبليسي. فالمنظر من ام جورجيا او كارتيل جديده بيقدم لمحه عن مدينه تبليسي، فواضح قدامنا المدينه القديمه ومناطق مختلفه من المدينه الجميله. اعتقد ان حان الوقت اخد شوية راحة من المشي الطويل اللي مشيته، فبقالي تقريبا 6 ساعات ماشي، تخيلوا 6 ساعات. ايوة الربع ساعة اللي انت شفتهم دول فيهم تعب ساعات، فهاخد راحة شوية اتفرج فيها على السوق اللي فوق الجبل قبل ما نكمل رحلة هبوط الجبل واكتشاف هضبة ناريكالا، اللي اعتقد الافضل اخليها في فيديو تاني. المهم انت شايف التعب، فشوية لايكات بقى يا جماعة، يعني لو مش عاجبك الفيديو لايك عشان المجهود اللي انا تعبته، عشان ترفع معنويات العبد المسكين اللي كل همه يوصل لك تجربة السفر كاملة كأنك كنت معايا بالرحلة وكأنك زميلي بالسفر وكأنك هناك. اما لو عايز تكمل معايا اكتشاف مدينة تبليسي وخاصة منطقة تلت ناريكالا، فاشترك بالقناة فورا وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك اشعار اول ما ينزل الفيديو الجاي، واتمنى فعلا فعلا من كل قلبي انكم تكونوا انبسطتوا وتسليتوا بالفيديو. ومن فوق هضبة ناريكالا بمدينة تبليسي ببعت لكم احلى تحية، ولحد ما اشوفكم في الفيديو الجاي اشوف وشكم بخير، هتوحشوني كتير وسلام.